السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Image Histogram الجزء الثاني، اللي هي تكملة للمحاضرة السابقة اللي بدينا بتعريف الهيستوغرام، ماذا يعني الهيستوغرام بصورة عامة، وماذا يعني الهيستوغرام بالنسبة للصور اللونية. الهيستوغرام بالنسبة للصور اللونية أو الصور الجراي ليفل هو عبارة عن توزيع القيم اللونية بمخطط أو شكل معين. يعني راح نشوف أنه توزيعات القيم اللونية ممكن تأخذ قيم متشابهة ونوزعها إلى خانات أو بوكسز، كل خانة تضم القيم المتشابهة ضمن ليفل أو مستوى معين. ممكن أنه من خلال الهيستوغرام نقدر أن نحسن الصورة، نصير لها موديفيكيشن، مثل ما اللي هو موضوعنا اليوم هيستوغرام موديفيكيشن، نحسن هذا إظهار الصورة من خلال أنه معرفتنا للبيهيفير أو السلوك للهيستوغرام لهذه الصور. ما هي الطرق اللي ممكن نحسن بها ظهور الصورة؟ ممكن نطبق أكثر من مابينج فانكشن على الصور ويكون الهيستوغرام يأخذ أكثر من شكل. من هذه المابينج فانكشن أو الدوال التحويلية ممكن تكون ستريج أو شرينك اللي هي نقصد بها الكومبريس أو سلايد، توضيح بهذا الشكل للدوال الثلاثة المعينة اللي بالذات أخذناها بهذه المحاضرة، اللي هي نوع الستريج. يعني الهيستوغرام هنا راح يكون بدل ما يغطي مساحة معينة بالصورة، راح يصير بعد ما نطبق دالة الستريجينج فانكشن على الصورة راح يأخذ الهيستوغرام هذا الشكل اللي هو ينتشر أكثر على نطاق واسع، يعني أوسع من ما كان قبل تطبيق دالة الستريج. ممكن إنه في حالة الكومبريس بدل ما يكون الهيستوغرام للصورة يأخذ هذا الشكل، عندما نطبق الشرينك فانكشن دالة الشرينك أو الكومبريس راح يأخذ الهيستوغرام هذا الشكل للصور، أي إنه تقل المساحة التوزيعية على الأكس أكسس. السلايد هو من اسمه سلايد، يعني تزحيف القيم اللونية للصورة إلى جهة معينة، أما زحفها كلها القيم اللونية بمقدار معين لليمين أو إلى اليسار مع الاحتفاظ بالتوزيعات. يعني القيم اللونية صحيح راح تتغير لكن التوزيعات تبقى نفسها ضمن نفس الخانات، كل الهيستوغرام شكله يبقى ثابت لكن هو راح يزحف، راح نلاحظ بقيمة معينة أو بمقدار معين أما لليمين أو لليسار. هاي دالة السلايد عندما نطبقها على السلايد فانكشن، عندما نطبقها على اليمين على القيم اللونية للصورة. أول دالة ممكن نأخذها هي الهيستوغرام ستريجين. ما هي فائدة الهيستوغرام ستريجين؟ لما تكون هناك صور ذات طابع لو كونتراست، لو كونتراست يعني القيمة الكونتراست تكون إلها قليلة، يعني ما واضحة الصورة أو مضببة، ممكن لما نطبق الستريجينج فانكشن على هذه الصورة راح نلاحظ انه ممكن انه شنو يصير لها الصورة وضوحية اكثر. ولأجل تطبيق دالة الستريج هيستوغرام ممكن انه تأخذ هذه الدالة هذا الشكل او هذه المعادلة التي تطبق على كل بيكسل بالصورة. فإذا ممكن نقول we can see that contrast can be increased using histogram stretching. مثل ما ذكرنا أنه لما يكون الصورة contrast إلها قليل عند تطبيق هذه الدالة histogram stretching راح يصير لها زيادة بالcontrast increase. The contrast can be increased، يعني contrast راح يزداد عندما نطبق هذه الفانكشن أو الدالة التحويلية. هذه الدالة تأخذ هذا الشكل أو هذه المعادلة اللي تضم أكثر من رمز أو قيمة، ممكن إنه أكو قيم تستخرج مسبقاً من الصورة نفسها والمتغير الوحيد هو اللي راح يبقى هي قيمة البكسل. إذن هذه كلها ثوابت ممكن نستخرجها من الصورة، والقيمة المتغيرة هي عندما نطبق هذا القانون على كل البكسل القيمة المتغيرة الوحيدة هي قيمة البكسل نفسها. فإذا لو نجي نقول ستريج أوف آر سي، يعني دالة الستريجينج عندما نطبقها بالموقع آر سي، الموقع يعني هذا نقصد به موقع البكسل، مثل ما نعرف إنه البكسل لغرض تحديد موقعها لازم نعرف هي واقعة بأي صف وبأي كولوم، فالآر هو للصف والكولوم، السي هو للكولوم أو للعمود.
فإذا إذا أريد أطبق دالة الستريجينج بهذا الموقع سبيسيفيك يعني RC، راح نحتاج إلى أول شيء نعرف قيمة البيكسل، قيمة اللونية لهذه البيكسل بالموقع RC، واللي أرمز لها I of RC. I of RC هي قيمة البيكسل اللونية مثل ما هي. زين، بعد شنو نريد أعرف؟ أحتاج أعرف I of RC minimum، يعني إنه إذا كانت عندي صورة فأقل قيمة لونية بهذه الصورة، بهذه الصورة ما هي أقل قيمة؟ فI of RC minimum أيضا ممكن أستخرجها، وهذه أيضا ما تتغير على طول الصورة، يعني طول ما أطبق هذا القانون ما راح تتغير، هي من البداية أني أستخرج أقل قيمة لونية للصورة. وأيضا أحتاج أعرف أعلى قيمة لونية للصورة I of RC maximum، يعني ما هي أعلى قيمة لونية ماخذتها هذه الصور، الصورة المعطاة، فI of RC maximum هي تدل على أعلى قيمة لونية. أيضا هناك رمزين آخرين اللي هي الماكسيموم والمينيموم. الماكسيموم هو أعلى قيمة لونية للجراي ليفل الموجودة بالصورة أو الفورمات الموجودة بالصور، والمينيموم هي أقل قيمة لونية للجراي ليفل إيمج. يعني مثلا إذا الصورة جايتني في فورمات 8 بت، إذا كانت الصورة 8 بت، بمثل ما نعرف إنه إذا الصورة هي 8 بت جراي ليفل معناتها أعلى قيمة تأخذها هي 2 للقوة 8 يعني 255، والقيمة وأقل قيمة يعني الماكسيموم راح يصير 255. المينيموم شنو هو؟ الصفر. فالقيم اللونية لل 8 بت راح تتراوح بين الصفر وال 255. إذا ما فائدة الستريجينج هيستوغرام فانكشن؟ هذه الفائدة ممكن إنه تزيد الكونتراست المن للصورة اللي هي لو كونتراست. فإذا this equation يعني نقصد بها هذه المعادلة، this equation راح تأخذ الصورة will take an image and stretch the histogram، وراح يأثر على الهيستوغرام، يعني من أطبقها على الصورة راح الهيستوغرام اللي يصير لها يصير له ستريجينج، راح ينتشر بصورة أوسع على نطاق الصورة كلها all the entire gray level range، وهذا راح يقل تأثير effect the increasing of contrast، راح يزيد الكونتراست المن للصور الواطئة الكونتراست of a low contrast image. فإذا هذه ملاحظة مهمة جدا نلاحظها عندما تطبق الـ هيستوغرام ستريجينج، راح بدل ما تكون الصورة low contrast راح نلاحظ إنه الكونتراست إلها شنو راح يزداد، أي increasing للكونتراست. لكن هناك بعض النقاط السلبية في هذه الدالة، وين راح يصير لها دروب أو وين راح يصير لها فيلينج؟ فيلينج يعني فشل أو إفساد لقيم معينة، مو لكل الصور لأنما قيم معينة. قبل ما ناخذ النقاط الضعف لهذه الدالة، هذا مثال على الشكل توضيحي لما نطبق قبل ما نطبق عليه ستريجينج فانكشن. هذه دالة هذه الاوريجينال الدالة الأصلية، الهيستوغرام إلها بفرع بي، الفرع بي هذا أو الصورة رقم بي هي ده يعكس الهيستوغرام أو توزيع الألوان لهذه الصورة. لما طبقنا الستريجينج فانكشن على يمن على هذه الصورة راح ينتج لنا الصورة انه اصبحت اكثر وضوحية، فبدل ما كانت لو كونتراست صارت هاي كونتراست، وبالتالي صارت شنو الصورة اكثر وضوحية. ولو حسبنا الهيستوغرام لهذه الصورة راح نشوف انه الهيستوغرام انتشر بصورة اوسع من السابق، لاحظ انه هنا الهيستوغرام ديستريبيوشن الى في نطاق اقل من الهيستوغرام الجديد للصورة الجديدة بعد تطبيقه. طيب ما هي النقاط السلبية اللي ممكن نلاحظها أو نشخصها في هذه الدالة؟ إنه ممكن يصير لها دروب وين؟ بالنقاط اللي هي أصلاً تأخذ أعلى وأقل قيمة، يعني إذا كانت لون البيكسل هي نفسها أعلى قيمة، فمثلاً إذا كانت أعلى قيمة هي 255 وحالياً لون البيكسل هي 255، فراح يصير شنو؟ راح يصير هنا دروب لأنه راح كلها تتصفر، راح يصير صفر. فهنا راح نقعد نناقش هنا as we have discussed that the algorithm fails، يعني فشلت الالجوريثم في هذه النقاط أو في بعض الحالات. من هذه الحالات include image with there is a pixel intensity 0 and 255، يعني البيكسل نفسها راح تأخذ أعلى قيمة
وأقل قيمة. لون البكسل نفسه ممكن يكون يجي صفر وممكن يجي 255 اللي هي أعلى قيمة وأقل قيمة، واللي هي ممكن تظهر are present in the image because when the pixel intensity 0 and 255 لما تظهر بالصورة are present in image هناك راح تكون حالة إنه become the minimum and maximum pixel intensity which ruins، يعني راح تفسد، وهذه الفورمة كلها للصورة راح شنو يصير لها بعض التشويش أو التشوه. يعني لو نشوفها بال المعادلة السابقة، يعني لما تكون هذه IFRC راح تأخذ هذه البكسل هي نفسها أعلى قيمة اللي هي الماكسيمم، أو IFRC هي نفسها أقل قيمة، راح نلاحظ أنه راح تكون هناك تشوه بتطبيق القانون. فنلاحظ هي يعني تفشل في حالات قليلة أنه لما تكون شنو متشابهة هذه القيم. لو ناخذ فد مثال توضيحي لدالة الستريجنج فانكشن، عندنا هذه السب ايمج صورة جزئية من صورة أصلية، هذه الصورة حجمها هي 3x3 يعني 3 صفوف ب3 أعمدة. نريد نطبق الستريج فانكشن على هذه الصورة، مثل ما قلنا انه لما نطبق الستريج فانكشن على البيكسلز للصورة كل البيكسل لازم ناخذها بنظر الاعتبار، راح ونحسب الهيستوغرام او نشوف الهيستوغرام بعد ما نطبق الستريجنج فانكشن. فده يقول هنا بالمنطوق السؤال apply histogram stretching for the following 8 bit gray level، معناته هذه الفورمات مال هذه الصورة هي 8 bit، أي بمعنى أنه الماكسيمم راح ياخذ 255 والمينيمم راح ياخذ 0، لأن 8 bit هي أعلى قيمة لونية بهذا الليفل هو 255. فإذا بالبداية حتى نبدأ بالحل أن ندرج القانون اللي طبقنا هذه الدالة ونستخرج المعطيات الثابتة. المعطيات الثابتة اللي هي أول شيء خلنا نقول الماكسيمم راح نستخرجه من الجراي ليفل اللي هو 255، والمينيمم راح نستخرجه أيضا من الجراي ليفل، فهذه لازم المفروض إحنا نعرفها. يعني مجرد ما أذكر 8 بت جراي ليفل المفروض الطالب يعرف إنه ما هي قيمة الماكسيمم وما هي قيمة المينيمم. ما أيضا أكو معطيات أخرى اللي هي IFRC مينيمم، وين هذه؟ هذه أقل قيمة بالصورة نفسها مو بالجراي ليفل، بالصورة نفسها. يعني مو شرط أن الصورة تحوي كل الألوان الموجودة بالجراي ليفل، مو شرط، يعني ممكن أن تأخذ بعض من هذه القيم اللونية من الجراي ليفل لكن ما تتجاوزها. زين، فأعلى قيمة لونية بهذه الصورة هي 20، فإذا IFRC ماكسيمم هي 20. زين، أقل قيمة شنو؟ أقل قيمة لو نلاحظ هي قيمة 1، فإذا IFRC مينيمم هو 1. فإذا استخرجنا هذه المعطيات الأربعة اللي هي IFRC مينيمم، IFRC ماكسيمم، والماكسيمم والمينيمم. استخرجنا هذه المعطيات، إذا نبدأ نطبق القانون على بيكسل بيكسل. بما أنه أنا عندي الصورة الجزئية هذه 3x3، إذا راح يصير عندي 9 حسابات، لأنه عندي 9 بيكسل، لكل بيكسل أستخرج لها القيمة الجديدة لها. البيكسل الأولى إذا بدينا التسلسل، لو بدينا هنا التسلسل من 0 0، يعني اعتبرنا هذا الصف 0 وهذا العمود 0، فإذا الـ IFRC العفو هنا ST رمزت لها جديدة ST of 0 0، يعني أول بيكسل هنا اللي هي بالصف 0 والعمود 0 فهي 7. فنريد نطبق القانون، راح تكون IFRC اللي هي البيكسل الأصلية اللي هي 7 ناقصاً IFRC مينيمم، هنا المينيمم ثبتناها 1 راح يصير 7 ناقصاً 1، على قيمة المقام. إيش راح تكون هذه قيمة المقام؟ هي ثابتة لكل البيكسلز، لكل القيم. ليش؟ لأن هن اثنينات مستخرجين مسبقاً، يعني الـ IFRC ماكسيمم والـ IFRC مينيمم أنا استخرجتها مسبقاً، فممكن أنا استخرجها لي يعني ما قبل الحل ودائما اقسم عليها، لكن انا هنا أنا وضحتها في كل البيكسلز حتى بس تكون واضحه امامكم. فاي اوف ار سي ماكسيمم هي 20 واي اوف ار سي مينيمم هي 1، فدائما راح نقسم هنا في هذه الحاله على 19، 20 ناقصا 1 19. من المتغير؟ المتغير هو فقط قيمه البيكسل مضروبه في هذا المقدار، مضروبه يا مقدار اللي هو الماكسيمم ناقص المينيمم، يعني 255 ناقص 0 زائدا المينيمم. فنستخرج هذا ايضا المقدار اللي هو ماكسيمم ناقص المينيمم بين قوسين مجموع له او مضاف الى
مينيمم، قيمة المينيمم اللي هو الصفر. هنا أنا بهذه الحالة راح يصير 255 ناقصا صفر زائدا صفر، فهذا المقدار كله راح يصير 255. يعني هنا شنو اللي يكون الناتج بين هذه الأقواس الكبيرة؟ دائما بدنا نضربه في 255 في هذه الحالة يعني بالذات. فإذا الـ ST of 00 راح يكون 7 ناقصا 1 اللي هي 6 على 20 ناقص 1 اللي هي 19 مضروبة في 255 ينتج لنا 80.5. فإذا الـ ST of 00 بدل ما كانت 7 صارت 80.5، هذه الـ أو 80.5 هذه الـ القيمة الجديدة. نجي نطبق القانون للبكسل الثاني اللي هي بالموقع 01، يعني احنا بعدنا باقين بالصف الصفر لكن انتقلنا للعمود واحد، زدنا ازدادت الأعمدة بمقدار واحد فأصبحت البكسل هي شنو؟ هي 12. فإذا أريد أطبق هذا القانون فI of RC يعني 12 ناقصا هذه ثابتة القيمة I of RC minimum اللي استخرجناها هنا منها اللي هي واحد، ف12 ناقصا واحد راح تصير 11. على قلنا هاي القيمة المقام هي ثابتة لكل البكسل اللي هي 20 ناقصا واحد 19، راح يصير 11 على 19 مضروبة. أيضا هذه القيمة ثابتة لكل القيم البكسل المستخرجة اللي هي 200 55، فراح يصير هنا 11 على 19 مضروبة في 255 ينتج لنا 147.6. ندرجها بنفس الموقع القديم، يعني ال 12 صارت 147.6. وأيضا ننتقل للقيمة البكسل الأخرى اللي هي بالموقع 02 بعدنا ما خلصنا الصف الأول اللي هو نفسه 0 لكن العمود 2 رقم 2، يعني احنا بادين بالتسلسل 0 1 2. فالقيمة البكسل بهذا الموقع اللي هو 02 هي 8. فإذا ST of 02 قيمة البكسل هي 8 I of RC معناتها 8 ندرج مكانها ناقصا I of RC minimum اللي هي ثابتة مثل ما ذكرت 8 ناقصا 1 على قيمة المقام اللي هي ثابتة أيضا 20 ناقصا 1 19، فراح تصير 7 على 19 مضروبة في هذا المقدار اللي هو ثابت أيضا لكل البكسل اللي هو 255، راح ينتج لنا بعد العمليات الحسابية 93.9. وهكذا أنزل الثاني، كملت الصف الأول ننزل للصف الثاني. الصف الثاني معناته ازداد الأعمدة بمقدار واحد، بدل ما أقول ST of 0 راح نقول ST of 1، هذا يعني الصف واحد لكن بدينا من البداية بالنسبة للأعمدة. فST of 1 صفر، فنشوف أنه قيمة البكسل هي 20 ناقصا I of RC minimum اللي هو الواحد، 20 ناقصا واحد على 20 ناقصا واحد، هنا طبعا راح يصير 19 على 19 مضروب بمن مضروب 19 على 19 هو واحد مضروب بال 255 راح ينتج لنا 255، ندرجها بهذا الموقع. وهكذا بالنسبة لباقي البكسل تنتج لنا صورة بقيم لونية أخرى أو جديدة، توزيعها أو الهيستوغرام إلها لو نلاحظ إلها لو نلاحظ لون رسمة إنه راح يكون منتشر على نطاق أوسع من الصورة السابقة، وإحنا راح تكون بدل ما كانت low contrast راح يصير شنو high contrast، يعني فرق بين أقل قيمة لونية وأعلى قيمة لونية حسب تعريف الكونتراست، راح تزيد الفرق بين أقل وأعلى قيمة لونية. طيب الدالة الثانية اللي هي ممكن نطبقها على الصورة حتى نحسنها هي الهيستوغرام سلايدينج، أي تزحيف القيم اللونية بمقدار معين، هنا راح نرمز له بالأوفسيت. فإذا الهيستوغرام سلايد تكنيك كان بي يوز تو ميك ان ايمج ايذر داركر اور لايت، يعني ما نطبق هاي الدالة الهيستوغرام سلايدينج راح تصبح الصورة يا اما اكثر غمقان او اكثر إضاءة، ولكن تبقى شنو؟ تبقى العلاقة بين جراي ليفل تبقى أنه ثابتة. يعني شنو ثابتة؟ يعني التوزيع هو نفس التوزيع الديستريبيوشن، لكن القيم اللونية كلها راح تزحف بمقدار معين أما لليمين أو لليسار. فإذا in histogram sliding we just simply shift a complete histogram rightwards or leftwards، يعني هذه تعريف الهيستوغرام سلايدينج انه بس احنا مجرد ببساطه راح نزحف شفت يعني نزحف الهيستوغرام باكمله كومبليت هيستوغرام باتجاه الرايت اليمين او باتجاه الليفت اليسار.
هذه due to shifting or sliding histogram toward right أو light. طبعاً أنت هنا من راح تزيد القيم اللونية كلها بمقدار معين أكيد راح تزداد الإضاءة. وإذا قللت القيم اللونية من كل الصورة أكيد راح تقل الإضاءة، يعني تصير أكثر darker. فهو هذا راح تكون مقدار الإيضاح أو التوضيح أو التحسين المن للصورة. يعني إذا صورة أكثر يعني غامقة، هي أصلاً جتنا غامقة، فراح ممكن أضيف لها قيم لونية لكل القيم، قيم نفس القيمة اللونية المضافة لكل البيكسلز، فراح تصير أكثر إضاءة. أو أطرح من كل القيم اللونية قيمة معينة وراح شنو تكون تقل الإضاءة وتصير أكثر غمقان. فإذا هنا القانون لهذه الدالة SD، إحنا رمزنا لها هذه الدالة SD بالموقع RC، أيضا راح نطبقها على كل بيكسل بالموقع RC، يعني row column، إنه هي القيم البيكسل الأصلية مضافة لها الأوفسيت. إذا الأوفسيت هو شنو؟ هو القيمة المضافة أو المطروحة. فإذا الأوفسيت فاليو is amount of slide to slide the histogram، هي القيمة المضافة حتى شنو نزحف الهيستوغرام. في هذه المعادلة a positive offset value will increase the overall brightness، يعني إذا كانت هنا قيمة موجبة للأوفسيت راح يزيد شنو؟ راح يزيد الإضاءة لكل الصورة. أما القيمة السالبة where is a negative offset راح يسوي create darker image. وهذه ملاحظة مهمة جدا، إن الأوفسيت ممكن أجيب لك إياها فراغ أو multiple choice، إنه الأوفسيت لما أضيفه للقيم قيمة البيكسل الأصلية إذا كان موجب فهو راح يزيد الإضاءة، وإذا كان سالب فراح شنو راح يجعل الصورة أكثر غمقان، راح create a darker image. وهنا أعتقد أكو هنا توضيح أيضا in order to bright it we will slide its histogram towards right or towards weather portion بنسبة معينة، portion يعني بنسبة معين. يعني مثلا in order to do we need to add at least value of 50 to this image، يعني انه ممكن اذا انا اريد ازيد الاضاءة للصورة اضيف لها لكل القيم اللونية قيمة 50. وطبعا هذا ابسط نوع من انواع الـ enhancement او modification function اللي تطبق على الصورة لتحسين اظهارها او تحسين ظهورها. يعني اذا كان هنا الهيستوغرام لهذه الصورة، هذه الأوريجينال إيمج، هذا الهيستوغرام إلها، هيستوغرام أوريجينال إيمج، بعد ما طبقت أني بعد ما طبقت عملية السلايدنج هيستوغرام أو اللي هي إنه كل قيمة لونية أجي عليها كل قيمة لونية أضيف لها قيمة 50 مثلا، راح نلاحظ إنه الصورة بدل ما كانت مايلة للغمقان صارت شنو أكثر إضاءة. يعني هذه معلومة يعني خلينا نعتبرها من البديهيات، إنه بالإيمج بروسيسنج إنه القيمة اللونية كل ما تزداد كل ما تقترب للون الأبيض، كل ما اقتربت للون 255. فلما أنا زيدت هذه القيمة أو الصورة بمقدار 50، لو نلاحظ من نحسب الهيستوغرام إلها لهذه الصورة، لو نلاحظ الهيستوغرام هذا اللي كان بادي من الصفر ومنتهي بقيم قريبة ل 250، راح نلاحظ إنه هنا بدأ من 50 وانتهى بال 255 العفو، اللي هو شنو؟ اللي هو مقدار الزيادة. يعني أنا زحفت بمقدار 50، الهيستوغرام هنا من راح يبدأ من 50 وصعودا. فهنا الشكل لو نلاحظ الشكل الهيستوغرام هو نفسه، بقى شكل الهيستوغرام هو نفسه، لكن القيم اللونية هي اللي شنو زادت بس بنفس نسبة التوزيع، بنفس نسبة التوزيع. هنا كconclusion أو مناقشة ممكن نقول as we can clearly see، يعني راح نلاحظ بوضوح from the new histogram that all the pixel، إنه كل القيم البكسل القيم اللونية للبكسل has been shifted، يعني إنه هي زحفت باتجاه شنو؟ باتجاه اليمين towards right and its effect can be seen in the new image، يعني إنه كل القيم اللونية زحفت اليمين وتأثيرها واضح على الصورة الجديدة. بعد ما أضفنا لكل بيكسل بهذه الصورة الأصلية ضفنا قيمة مقدارها شنو؟ مقدارها 50. الطريقة الأخرى للهيستوغرام عن طريق هذه الطريقة ممكن إنه نحسن ظهور الصور أو الوضوحية للصورة تكون أكثر، هي الهيستوغرام إيكولايزيشن.
الهيستوغرام إيكولايزيشن لحد الآن مستخدمة ومعتمدة في معظم البحوث اللي تتعلق بتحسين الصور الرقمية. ماذا نقصد بالهيستوغرام إيكولايزيشن؟ هي مشابهة لدالة الستريجينج، يعني أيضا نحاول أنه نجعل الهيستوغرام للصورة على نطاق أوسع من السابق، لكن أنه بأنه نجعله as possible as flat. flat يعني أنه متساوي، يعني ما يحتفظ بالشكل القديم للتوزيع القيم اللونية، إنما هو نحاول أنه نجعله متساوي، كل خانة تأخذ قيم متشابهة للخانات الأخرى. فنجي نقول إن is a popular technique، يعني هو تقنية شائعة تستخدم used for improving appearance of poor image، يعني الصور اللي تكون ظهورها ضعيف، ظهورها غير واضح، راح تحسن improving appearance، تحسن الظهور لهذه الصور. It is function similar to that of histogram stretch، يعني هي مشابهة للهيستوغرام stretch، لكن عادة ما أنه توفر more visually pleasing، يعني تكون نتائج مرضية أكثر خلال لكل الصورة، نطبقها على كل الصورة. زين، الهيستوغرام equalization إذن هو تكنيك أو تقنية where the histogram of the result image is a flat as possible، وهذه الملاحظة اللي ذكرتها، إذا هو histogram راح يصير flat as possible، يعني إنه يكون موحد مساوي متساوي لكل الصورة أو لكل البيكس. البيكس يعني القيم. With histogram stretching the overall shape of the histogram remain the same، يعني بينما يعني الفرق انه عن الهيستوغرام stretching انه الشكل العام للهيستوغرام يبقى هو مثل ما هو نفسه، لكن مجرد انه ينتشر على نطاق واسع، يعني القمم للهيستوغرام تبقى هي ثابته نفس الارتفاعات، لكن انه شنو ينتشر على نطاق اوسع، بينما بالهيستوغرام ايكولايزيشن لا، نحاول انه نخليها شنو القمم متساويه، يعني نفس الارتفاعات. فإذا الهيستوغرام equalization result histogram with a mountain grouped closely together، يعني راح نحصل على boxes أو خانات grouped تجمع متقاربة من بعض، closely together يعني متقاربة من بعض، يعني من خلال spreading or flattening histogram made the dark pixel appear darker، وهذا راح يجعل الصورة مثلا النقاط اللي هي مظلمة راح يخليها أكثر ظلام، والنقاط الفاتحة أو المضيعة راح يجعلها أكثر إضاءة، يعني راح يبرز لنا الأوبجكتس بالصورة بصورة أكثر. فإذا النقاط الغامقة يجعلها أكثر غمقان، والنقاط اللايت بيكسل راح يجعلها شنو أكثر برايتنس، أكثر إضاءة. وهذه الملاحظة هي أيضا مهمة جدا، ما إنه توضح لنا مهمة الهيستوغرام إيكولايزيشن، أعيدها، اللي هي تعتبر spreading or flattening، يعني إنه نجعلها flattening أو مسطحة للهيستوغرام، يجعل الهيستوغرام مسطح أكثر، يعني وهذا يأثر شنو؟ إنه يجعل الدارك بيكسل makes the dark pixel النقاط المظلمة appear أكثر غمقان darker and the light pixel النقاط المضيئة appear lighter، يعني تظهر أنه بأكثر إضاءة. The keyword is appear، يعني أنه النقطة المفصلية هي طريقة ظهور الصورة. It however pixels that are only slightly lighter become much lighter than the dark pixel will appear darker، أيضا هي هذا التكرار للملاحظة السابقة. هناك عدة خطوات للهيستوغرام إيكولايزيشن، ممكن أنه نلخصها بأربع خطوات أساسية، وراح نلاحظ أنه بالتطبيق تكون هذه النقاط واضحة. أول شيء find the running sum of histogram value، وراح نشوف بالمثال شلون ممكن أنه نطبق هذه العملية. أول نقطة راح نطبقها نقطة ونشوف شلون ممكن انه تصير. اذا حتى نوضح طريقة الهيستوغرام ايكولايزيشن راح ناخذ مثال توضيحي ونوضح عليه خطوة ونطبق الخطوة على هذا المثال. الخطوة الاولى اللي هي ذكرنا انه هي المفروض sum the histogram
بيكسل اللي هي بقى find the running sum of the histogram values، يعني نجمع قيم الهيستوغرام value بشكل تراكمي. يعني شنو؟ يعني أنا إذا كانت عندي صورة، هذه أول صف من هذا الجدول، هذا الجدول معطى بالسؤال، طبعا نذكر المنطوق مات السؤال we have an image with 3 bit pixel، هنا الفورمات لهذه الصورة هي 3 bit pixel، يعني 2 للقوة 3، معناتها كم لون عندي؟ معناتها عندي 8 قيم لونية اللي هي تتراوح بين الصفر والسبعة، 2 للقوة 3 يعني عندي قيم لونية 8 وألوانها تتراوح بين الصفر والسبعة، فهذه القيم اللونية هنا احنا دارجيها 0 1 2 3 4 5 6 7، هذه القيم اللونية المتوفرة لهذه الصورة، يا نوع 3 بت بيكسل، يعني هذه الفورمات مال هذه الصورة، انه لكل بيكسل مثلتها بثلاثة بت، فإذا هي يعني أقل قيمة هي 0 وأعلى قيمة هي 7. فإذا هنا نذكر so the possible range of value is 0 to 7، يعني إنه المدى التوزع للألوان هو يتراوح بين الصفر والسبعة. We have an image with the following histogram، يعني هنا معناتها هذا الكل بيكسل الهيستوغرام المقابل إلها، يعني معناتها تكرار هذه البيكسل بهذه الصورة، يعني عندي صورة معينة هي 3 بت لكل بيكسل، الهيستوغرام إلها كما يلي، إنه البيكسل لون 0 متكرر 10 مرات، البيكسل لون 1 متكرر، أو اللون العفو اللون 1 متكرر 8، اللون 2 متكرر 9، اللون 3 متكرر 2، وهكذا وصولا إلى اللون 7 متكرر 2. فإذا هو هذا الجدول يوضح الهيستوغرام فاليو لكل قيمة لونية. هنا نجي أول خطوة راح نقول نجمع الهيستوغرام فاليو، شلون نجمع؟ إنه أول قيمة للهيستوغرام هي 10، فنثبت 10 أول قيمة. ثاني قيمة نجمعها مع الهيستوغرام للقيمة اللونية الثانية اللي هو 8، 10 زائد 8 يطلع 18. نجمع بشكل تراكمي. ثالث قيمة اللي هي 18 اللي نتجت لنا مع 9، 18 زائد 9 يطلع 27. رابع قيمة 27 نجمعها مع من؟ مع القيمة اللي وراها الهيستوغرام تطلع 29. 29 نجمعها مع 14 يطلع 43. 43 نجمعها مع 1 يطلع 44. 44 نجمعها مع 5 يطلع 49. 49 نجمعها مع 2 يطلع شنو؟ 51. فإذا هذه الخطوة اللي هي running sum of histogram value، هذه running sum of histogram value هو هذا اللي نقصد به، اللي نقصد به إنه هذا الهيستوغرام فاليو، running sum of histogram value، هذا اللي نقصد به إنه نجمع القيم للهيستوغرام بشكل تراكمي، وأيضا نسويه على شكل جدول، وكما موضح هنا عندنا راح نلاحظ إنه نشوف إنه بالسلايد اللاحق هنا القيم البيكسل مثل ما قلنا القيم اللونية المتوفرة عندنا بين الصفر والسبعة، هنا تكرار هذه القيم اللونية بهذه الصورة، نلاحظ انه القيم اللونية القيمة اللونية صفر متكررة 10، الواحد 8، وهكذا نفس هو الجدول السابق. هنا نجي الرانينج سام، الرانينج سام مثل ما ذكرت انه بالنسبة للأول قيمة تنزل مثل ما هي 10، ونقعد نجمع مع الهيستوغرام التالي والتالي وهكذا إلى أن يصير عندي نبدي ب 10 وننتهي ب 51، يعني ال 10 جمعناها مع ال 8 طلع 18، 18 جمعناها مع ال 9 طلع 27، 27 مع 2 29، وهكذا وصلت إلى أنه 49 مع ال 2 طلع شنو؟ 51. هذه أنا طبقت أول خطوة بالهيستوغرام إيكواليزيشن. ثاني خطوة شنو هي؟ ثاني خطوة نرجع للسلايد السابق، ثاني خطوة أنه هي نجمع القيم normalized by dividing by the total number of pixels، زين ايش كم بيكسل انا عندي معناته total number of pixels، ايش كم بيكسل عندي؟ عندي 51 بيكسل، شلون عرفت شلون استخرجت عدد البيكسلات؟ اجمع هذا الرقم هو نفسه الرقم النهائي اللي حصلته، شلون عرفت انه لانه دا يقول اللون صفر متكرر 10 مرات، معناته انا عندي 10 بيكسل بهذا اللون، اللون واحد متكرر 8 مرات، معناته انا عندي 8 بيكسل متكررة بهذا اللون، معناتها انه انا عندي 9 بيكسل
من هذا اللون أو 2 بيكسل من هذا اللون وهكذا، فمعناته هذه عدد البيكسل. لو أجمعها كليته يطلع عندي 51 اللي هو هذا القيمة الأخيرة بالجدول، 51 راح نورماليز باي ديفايدينج ذا توتال نمبر اوف بيكسل. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني انه نجي للجدول ورا ما استخرجنا هذا الصف راح نقسم هذه القيم هذه اللي حصلنا عليها نقسمها على 51، يعني 10 نقسم على 51، 18 على 51، 27 على 51، 29 على 51 وهكذا وصولا الى 51 على 51. فنطلع النتيجة مال هذه القيم. طبعا أنا هنا موضحتها أنه 10 على 51 يعني كاتبتها، لكن أنت النتيجة وراها نضربها بالصف اللاحق راح نضربها الناتج في 7، يعني 10 على 51 مضروبة في 7 يطلع لنا 1. ليش طلع لنا 1؟ هنا 10 على 51 أكيد بها كسر، لكن هنا راح نسوي راوندينج. مبدأ الراوندينج اللي هو لأن إذا طلع عندك الجزء الكسري أقل من 5 راح تقرب للأدنى، وإذا الجزء الكسري أكثر من يعني 5 فما فوق راح تقرب للأعلى. هنا 51 على 51 الناتج مالتها 1 مضروبة في 7 يطلع 7. فإذا هذه الناتج مال الناتج الأخير للهيستوغرام إيكوالايزيشن، هي طريقة بسيطة جدا مجرد عمليات حسابية لقيم الهيستوغرام. فإذا بس مراجعة بسيطة، أنا عندي هذا الجدول بالقيم اللونية المتوفرة عندي، لأنه بما أنه أنا عندي 3 بت بيكسل بهذا المثال 3 بت لكل بيكسل، فإذا القيم اللونية راح تتراوح بين 0 و7. هنا الهيستوغرام إلها أيضا إحنا منطيب بالمنطوق السؤال إنه اللون 0 متكرر، 10 اللون، 1 متكرر، 8 وهكذا وصولا إلى اللون 7 متكرر 2. نجي هنا الرننج سام، نطبق الرننج سام. الرننج سام شنو يعني؟ إنه نجمع الهيستوغرام بشكل تراكمي، يعني 10 أول قيمة ننزلها مثل ما هي ونظل نضيف إلها الهيستوغرام اللاحق. 10 زائد 8 18، 18 زائد 9 27، 27 زائد 2 29 وهكذا إلى أن أوصل 49 زائد 2 51. ورا ما استخرجت عناصر هذا الصف الخاص بالرننج سام أجي أسوي لها نورماليز. شلون أسوي لها نورماليز؟ أحسب عدد البكسل. طبعا عدد البكسل هو دائما هو آخر قيمة، فنقسم كل قيمة بهذا الصف على 51. فعشرة على 51 هنا، 18 على 51 بالقيمة الثانية، 27 على 51 طبعا هنا تستخرج قيمتها انت هنا نستخرجها، 29 على 51 وهكذا وصولا الى 51 على 51. وهذا اقصد به النورماليز. من طبقنا او استنتجنا النورماليز نيجي نضربها في 7. ليش ضربناها في 7؟ لان هي اعلى قيمة لونية بهذه الجراي ليفل. يعني انت من نقول ما هي اعلى قيمة بالثلاثة بت جراي ليفل؟ اعلى قيمة لونية هي 7، فانت تضرب في اعلى قيمة لونية. ضربناها في 7 ملتبلاي باي 7، فعشر على 51 الناتج ما تضربته في 7 طلعت قيمة كسرية سوينا لها تقريب طلعت 1. ال 18 على 51 ايضا طلعت بها قيمة كسرية ضربناها في 7 طلعت 2 وهكذا إلى أن حصلنا على القيم الصف الأخير اللي هو ناتج الملتبلاي باي 7 اللي هي باي ماكسيموم جراي ليفل فاليو. فإذا آخر خطوة اللي هي تدرج أنت القيم اللونية اللي كان موجود سابقا، وراح يطلع عندك هيستوغرام جديد. يعني هذا آخر صف اللي استخرجته أنت هو القيم الهيستوغرام الجديد اللي هو 1 2 4 4. فراح تلاحظ أنه هنا راح تلاحظ أنه أكو قيم تقاربت أو تشابهت، يعني ما صار أكو بيناتهم جاب كبير. جاب يعني فرق كبير. يعني هنا خلينا نقول حاولنا أنه نسوي مجاميع متقاربة بالقيم مع بعضها، وهذا ما يقصد بالهيستوغرام إيكولايزيشن. فإذا all pixel in the original image with the gray level 0 are set to one value of one are set to 2, 2 set to 4. يعني هذا هنا الشرح ده أقول إنه الصفر صار دي 1، يعني قيمة الصفر راح يتكرر 1، اللون 1 راح يتكرر 2، اللون 2 راح يتكرر 4، اللون 3 تكرر 4. يعني هذا هيستوغرام جديد. You can see that the original histogram and the resulting histogram equalize histogram.
although the result is not flat, it is closer to being flat than the original. يعني إنه هنا أنا راح يصير إنه أكثر تسطحاً أو flat للهيستوغرام من الهيستوغرام السابق اللي هو ممكن إنه يكون أكو فروقات. يعني أنت عندك هنا 14، عندك واحد، عندك اثنين، يعني قيم غير متقاربة. لكن حاولنا بالهيستوغرام إيكولايزيشن إنه نحاول إنه نساوي القيم اللونية وتوزيعها. وهذا مثال على الهيستوغرام، هذا مثال على الهيستوغرام إيكولايزيشن. هيستوغرام إيكولايزيشن هنا هذه صورة للأوريجينال إيمج. إحنا مثل ما ننسى إنه الغرض من الهيستوغرام إيكولايزيشن هو جعل النقاط المضيئة أكثر إضاءة وجعل النقاط المظلمة أكثر ظلاما حتى تتوضح الصورة. يعني لو تلاحظ هذه الصورة صحيح هي بها ملامح لكنها يعني باهتة، وهذا الهيستوغرام إلها لهذه الصورة. لما طبقت الهيستوغرام إيكولايزيشن راح تلاحظ أنه توزع وتقاربت القيم اللونية، الألوان المضيئة صارت أكثر إضاءة، الألوان المظلمة صارت أكثر ظلاماً، وبالتالي تحددت ملامح الصورة الأوبجكتس إلها أصبحت شنو أكثر وضوحاً، أكثر وضوحاً صارت. وبالتالي أنه أنا حصلت على تحسين للصورة. لاحظ أيضاً الفرق بالهيستوغرام. هنا أنا بقى الهيستوغرام أكو بيكس، بيكس يعني هذه القيم، بقى هذه القيم القيمة فرق هواي عن باقي القيم. هنا أنا لا، حاولنا أنه شنو نساوي بالبيكس بالقيم، تساوت البيكس لكل التوزيعات اللونية، وهو هذا الغرض من الهيستوغرام إيكولايزيشن لتحسين ظهور الصورة.